برحب بحضرتك على شاشة النيل الأخبار في هذا الجزء من الحوار الخاص. أهلا فيك وشكرا على الاستضافة. مجموعة من العواطف تتلاحق في داخل الإنسان على ذكريات الستينات، عندما كنت طالب في كلية الطب في الإسكندرية. لو أنت كتبت مقال عن التعليم في العالم العربي عن دولة معينة، ثم أخذت اسم هذه الدولة وأزلتي من المقال ووضعت اسم الدولة الأخرى مكانه، كأنك كتبتي هذا المقال عن تلك الدولة الثانية. إحنا كان في عنا مبادرتين، المبادرة الأولى اسمها رسالة عمان، ورسالة عمان تتحدث عن الإسلام الوسطي المعروف لكل العالم، والرسالة الثانية كانت تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذول مشروعين كبار، وجلالة الملك في كل المحافل الدولية يتحدث في هذا الأمر، وأنا أعتقد أنه لاقى نجاح في بث صورة الإسلام المعتدل تماما. حضرتك لست بالطبيب فقط ولا بالوزير ولا بالمناصب، لكن أيضا لك باع كبير في الأدب والتذوق اللغة العربية والشعر وكتابته. أي تجربة تجمع ما بين هذا المجال الطبي العلمي اللي فيه التفكير ربما مجرد بشكل كبير، والجانب الروحاني في الأدب والشعر والاستبحار في اللغة العربية؟ وست يعني اللغة العربية هي ملكة وحب ورغبة ابتداء، والبيئة اللي أنت نشأت فيها، هل البيئة حببتك في أن تقرأ أو أن البيئة كرهتك في الكتب؟ هل أنت عندما تغادر المدرسة تمزق الكتاب المدرسي وتلقي به بعد انتهاء الامتحانات، ولا هذا كتاب يجب أن أحتفظ فيه؟ إذا كان نعطي للكتاب أهمية وبنخلي يعني المبادرات الكثيرة اللي بتنطلق، اقرأ كتابا ولو مرة في الشهر. يعني أنت بتسافر وبتشوفوا الناس في المترو في المواصلات العامة لكتاب وبقرأوا. احنا كمية القراءة اللي بقرأوها الشباب العربي قليلة جدا جدا جدا، يجب تشجيع القراءة. انا احد الاشياء اللي حببتني في وجودي في مصر كان مشاريع الالف كتاب ومش عارف ايش الكتاب. انا اشتريت كتب الاغاني ومش عارف ايش في مصر، الكتاب كان 30 ساك، يعني اذا كنا نستعمل كلمة ساك بمعنى قرش يعني. فكان وزارة الثقافة هدفها نشر الثقافة، تخلي الكتب في متناول الناس، فتحبيب الناس في القراءة شيء. أنا هذا وجدته في الأهل، يعني وجدت والدي هيك، فأنا تعلمت القراءة منه. بس بعدين لما تدخلي في الطب وتشوفي تعقيد الجسم الإنساني، بتبلشي تفكري في قوى أخرى نظمت هذا الأمر، بتخليك تروحي على أشياء بجوز إنها كله بمقدار، كله بمقدار، تروحي على قدرة الخالق. صحيح. نعم. تروحي على روحانيات، تروحي على تفكير متناغم مع كيفية تركيب الجسم إلى آخره. وبعدين الطب خصوصا إذا دخلت في التخصصات الجراحية، العواطف اللي عندك والأحاسيس مرة تطلع لما تشفي مريض، ومرة تنخفض جدا لما المريض يتوفاه الله. فأنت يعني متذبذب بين فوق وتحت، وتريد شيء يعيد لك توازنك. اللي بيعيد لك توازنك إنك تروح لك على شيء يبعدك عن هذا عالم آخر. عالم آخر. العالم الآخر، أنا بدرس الطلاب، يعني أنا عندما تشرفت بهذه الوزارة اللي أنا فيها كنت في الصف بدرس الطلاب، لما ضربوا التليفون إنه تعال وكذا وإلى آخره، ودعتهم وأنا رايح لهذا السبب. الـ 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 لازم بقول بحكي له، لازم تلاقي لك إشي تهرب إله، أي كتاب، موسيقى، فن، بس اجلس على شاطئ
نهر النيل هيك وتطلع على مركب عادي هيك بس، وخلي مخك وصفائك هيك يهدى، لأنه تضلك في هذا الجو المشحون في داخلك بقصر العمر وحقيقة متعب للغاية. فالهروب إلى شيء لشحن طاقة جديدة، لشحن طاقة جديدة وتهدئة النفس من الداخل، لأنه الطب ليس بالشيء السهل. إنه والله شوف، الناس بتنام وهي بتفكر بالمرضى اللي عالجوهم، خصوصا إذا كان عندك مريض تعبان أو مريض صار بينك وبين مرضه ارتباط، بتنام وانت بتفكر فيه وتصحى وانت بتفكر فيه، وحصل له ما حصلوش وبدي أعمله ما بعمل شيء. وأحيانا انت يعني ربما تستيقظ لتبحث عن أمر يخص هذا المريض، هذا بمجرد فكرة تطرأ على بالك مثلا. هذا الشيء يحصل في كل لحظة، إنما انفعالك وانجرافك وانخراطك في مرض المريض بتصير كأنه أنت المريض أحيانا، لدرجة أنه أنت ما يؤثر على المريض بيأثر عليك. إذا شوفي أنت تسعد، إذا هو لم يشفى أنت بتصير حالتك مش كويسة أبدا، لأنك في الأول وفي الآخر إنسان، لأنك في الأول وفي الآخر التفاعل الطبيعي 100%. الفتيات في العالم العربي واقع حالهم، تمكين المرأة، تعليم الفتاة، القضاء على الأفكار الموروثة الخاطئة اللي بتضر بيها صحيا وعقليا وجسديا. خليني أحكي لك على الأردن لأني عارف الأرقام. باخذ جامعة زي الجامعة الأردنية 70% من الطلاب اللي فيها بنات. خلينا نطلع على نتائج التوجيه اللي راح نعلنها يوم 25 الشهر إن شاء الله. أنا متأكد من العشر الأوائل راح يطلعوا 8 بنات على الأقل. فمقدرة ما فيش مشكل فيها، البنات قادرات وبدرسوا وبنجحوا وتحصيلهم العلمي جيد وقدرتهم على التحليل جيدة وقدرة الأنثى على تبصر عواقب الأمور في رأيي أكثر من قدرة الرجل على تبصر عواقب أكثر الأمور. أكثر استشعاراً للواقع واستشف للمستقبل والمستقبل وتبصر لنتائج الأفعال ونتائج الأعمال. أنا بعتقد أنه التمكين بالمساواة في الراتب وإعطاء الفرص في التقدم إلى الوظائف، وأنه ينشال التحيز الموجود الحالي اللي هو الرجال يختارون، لأنه أغلب الناس اللي بتختار في المؤسسات الكبرى اللي هي طلعت لا زالوا رجال لحد الآن. إذا بتطلع على المناصب العليا في الدولة نعم. كام بجوز تجدي وزارة فيها 5 أو 6 سيدات، لأنه رئيس الوزراء. كم سيدة في الوزارة الأردنية؟ في الوزارة الأردنية في عنا 5، في عنا وزيرة السياحة ووزيرة الطاقة اللي معنا وزيرة الشؤون الاجتماعية، في عنا وزير التطوير الأداء المؤسسي، في عنا عدد من السيدات ما شاء الله عليهم، وفي عنا في مجلس النواب وعنا في مجلس الأعيان. بس يعني مثلا أنا مجلس النواب اللي عنا في ستات فازوا بدراعهم زي ما بيحكوا في كوتا تعطي. أنا ضد إنه الست تعطيها كوتا، أنا بخلي الست تنافس مشان هي تطلع الكوتا تبعتها. بس في عندنا مشكلة في العالم العربي في قضية أن تترك السيدة تتنافس. الحقيقة أحيانا بجوز أقول أنا إنه أكبر عدو للمرأة هي المرأة نفسها، بجوز بمعنى إنه هي لا تذهب لتؤيد المرأة بل تستمع إلى ما يقول زوجها، اذهبي صوتي مع فلان أو علان. أنا بعتقد إذا السيدات قرروا إنهم ما يصوتوش إلا مع نفسهم ويدعموا بعض السيدات، أنا بعتقد إنهم بيجيبوا على مجلس النواب نص مجلس النواب مدامهم يمثلوا نصف المجتمع. فما في ضرورة إني أحدد إنه لازم يكون في 12 ست أو 15 ست أو 20 ست. سيأتي وقت السيدات تأخذ دور بالتعبير المصري بالعافية يعني دولة، لأنه بدرسوا بتعبوا على نفسهم حقيقة، حاسين أنه في قوة بتشتغل ضدهم. أنا بعتقد أنهم سيتقدموا إلى أوضاع أحسن مما هم. إحنا في عنا في الخطوط الجوية الملكية الأردنية طيارات أردنيات بيقودوا طائرات، في عنا
قضاة في المحكمة العليا، في عندنا مهندسات ومحاميات، هذا لا يحصى ولا يعد. في الجامعة الأردنية مركز لدراسات المرأة، احنا سويناه حتى مشان الناس تشوف القضايا تبعت السيدات. معالي الوزير دكتور وليد المعاني، شكل التعاون بين مصر والأردن في مجال التعليم العالي تحديدا؟ احنا بنتبادل منح حقيقة، في طلاب أردنيين بيجوا على مصر بدرسوا على مستوى الدراسات العليا، أغلبهم بيجوا في إحصائية بعدد أو حتى تقريبا في حوالي 2000 في الدراسات الدنيا و800 في الدراسات العليا، وفي عندنا 2000 طفل أردني موجودين في مصر بدرسوا في المدارس في التعليم الأساسي. طبعا هذه الأرقام بتزيد وبتنقص على حسب مين تخرج، مين إجا، مين راح، على حسب عدد المنح إلى آخره. مقابل ذلك في الأردن في حوالي 13,000 مصري موجودين في الأردن، أغلبهم في المدارس، بس في الجامعات عدد من الطلبة المصريين، ففي تقريبا أعداد متقاربة من بعض، يعني 9,000 أو 10,000 مقابل 13 في العدد المقابل. إحنا بنحب إنه التبادل يزيد، بنحب إنه اللقاءات تزيد. المؤتمرات ما فيش مشكل، يعني دائما لما تعقد المؤتمرات في مصر بيكون دائما في أردنيين كتار فيها، والعكس صحيح لما في الأردن بيكون في مشاركات مصري كثيرة. مشاريع مشتركة في بين الجامعات ترتبط مع بعض باتفاقات، يعني مثلا الجامعة الأردنية من الاتفاقيات القديمة اللي لها اتفاقية كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية مع كلية التربية الرياضية في حلوان. نعم. وأنا بذكر بسنة 2001 لما عملنا البطولة العربية لكرة القدم النسوي في الأردن، كان الفريق جاي من جامعة حلوان ومن الجامعة الأردنية وصارت المباريات هناك. هذا من أوائل. إذن المنافسات أو التعاون ليس في المسائل العلمية فقط، لكن كمان على مستوى النشاط الرياضي. على مستوى النشاط الرياضي واللقاءات الكشفية في أندية، في زيارات كشفية ومعسكرات كشفية، بيجوا الناس من مصر وبيجلسوا في الأردن، وبعدين في أردنيين بيجوا على مصر. في مؤتمرات تعقد لمنظمات دولية زي اليونسكو واليونسيف وإلى آخره، ودائما إن كانت عقدت في القاهرة بيكون في الشيء المهم كمان الموجود في مركز منظمة الصحة العالمية اللي موجود في منطقة الشرق الأوسط، كله موجود في القاهرة. نعم. وبالتالي اللقاءات المتعلقة بالصحة كثير منها بصير في القاهرة، وكثير من الأطباء أو العاملين بالحقل الصحي في الأردن بيجوا على القاهرة مشان يحضروا المؤتمرات اللي بتساويها ورش العمل المستمرة أو التواصل حتى بشكل دائم. هذا موجود دائم. على هامش انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره الأردني الدكتور عمر الرزاز يشهدان مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين، منها بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وآخر في مجال الموانئ والنقل. مجالات التعاون الاقتصادي الحقيقة الحجم التبادل التجاري ما بين الدولتين ما زال يعني أمامه الكثير والكثير يعني للزيادة والنمو في خلال المرحلة القادمة، والأهم هو حل أي عوائق أو عقبات بتواجه القطاع الخاص من الجانبين في أي مشاكل يعني تعوق الاستثمار. وفي مجال تنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين جهاز حماية المستهلك ومديرية مراقبة الأسواق الأردنية، كما تم الاتفاق على خطة عمل ثنائية في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية. هناك بعض التحديات وبعض الفرص الكبرى في قطاعات زي النقل الجوي، فرص التصدير والتبادل التجاري، حددنا المعيقات حقيقة على أرض الواقع التي يعاني منها المصدر الأردني وأيضا المصدر المصري، وفي قطاع الطاقة وهو قطاع في غاية الأهمية. وفي مجال الاستثمار تم التوقيع على برنامج تنفيذي للترويج للاستثمار
وبروتوكول تعاون في مجال المناطق الحرة الاستثمارية، وهناك مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد والبناء، كما تضمنت المراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الإذاعي والتلفزيوني بين الهيئة الوطنية للإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. استمعنا في إطار من الشفافية لكل العوائق اللي بيشكو منها الجانب المستثمرين الأردنيين في مصر، أو على العكس الاستثمار المصري في الأردن، ويمكن كان هناك وعد من الجانبين سواء الجانب الأردني والمصري في وضع يعني خطة تنفيذية لحل هذه المشاكل بصورة يعني عاجلة جدا وفورية. وفي ختام مراسم التوقيع قام رئيس وزراء مصر والأردن بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأردني الأستاذ الدكتور وليد المعاني، بنتحدث عن شكل من التنسيق والتعاون المستمر بين مصر والأردن وانعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة في الدورة 28. التعليم وشكل الشراكة مع مصر في هذا المجال. في اتفاقية موقعة بيننا وبين مصر ستستمر الموجودة حاليا اللي هي سنة 19 وسنة 20. الجانب المصري بيعطينا وإحنا بنقابل بالمثل 30 منحة دراسات دنيا و20 منحة دراسات العليا. السنة هاي عدلنا عليهم بحيث أنه يصير عدد المنح مختلف ابتداء من سنة 20 وسنة 21. الضرورات اقتضت أنه نعدل بحيث أنه كنا زمان نحدد التخصصات ويكون الإنسان مجبر على أنه يذهب إلى هذا التخصص حتى لو إذا ما بدوش إياه بتركه بضل فاضي. تركناهم الآن عايمة كل الأمور، يعني اختار أنت في المنح ما تريد وإحنا بننفذ لك وعلى الجهتين، بس ما في توقيع اتفاقيات، هو تعديل اتفاقية نافذ الحقيقة. والاختيار بيكون على الطالب نفسه أو طالب الدراسة ولا الجامعة نفسها أو الكلية هي اللي بتقرر. الدولة هي اللي بتقرر، الدولة بتقرر وبترسل طلابها لهذه التخصصات. بعدين بتختار. إجراءات التعاون يسيرة على أي من يرغب في هذا التبادل أو التعاون مع الأردن؟ ما في مشكلة، يعني بيرسل الوثائق تبعته بيقبلوا بيدخلوا في الجامعات. عادة يعامل الطالب كما يعامل الطالب المحلي، يعني إذا كان طالب أردني في مصر يعامل كالطلبة المصريين، وإذا كان طالب مصري يعامل في الأردن كالطلبة الأردنيين، بمعنى المساواة يعني في هذا الأمر. إحنا بنطمح في المستقبل إنه هذه المنح تكون على حسب حاجة الدولة، بدها إياها في الدراسات الدنيا أوكي، بدها إياها في الدراسات العليا ما في مشكلة، بحيث إنه حتى في مجال الدراسات التعليم الأساسي هناك منح لطلاب مصريين أو تلاميذ مصريين يذهبوا إلى الأردن. إحنا بنحكي على الأندر جراد، يعني اللي هو البكالوريوس وماجستير ودكتوراه. الطلاب العاديين بينتقلوا مع أهليهم، إذا أهليهم انتقلوا ودرسوا مسموح إنه الواحد يلتحق بالمدرسة العادية. بالمدرسة العادية إحنا الطلبة المصريين الموجودين بالأردن على حسب الاتفاقية سيعامل الطلبة المصريين بالنسبة لرسوم المدرسة كما يعامل الطلبة الأردنيين. أي مصروفات تدفع؟ عادة بدفع مبالغ زهيدة للمصروفات، مش أشياء كثيرة، يعني ما فيش مئات أو أشياء من هذا القبيل، يعني عشرات من الدنانير مش أكثر. التعليم في الأردن التعليم العالي مدفوع الثمن، يعني ما ليس بالمجان، ليس مجاني في للأردنيين حتى. التعليم الأساسي هو اللي بيرسوم الزهيدة لأنه الدستور بيقول هيك، إنما التعليم العالي لا. فأحيانا تجد في كليات طب كبرى بدفعك رسوم مش بطالة.
هل ده نوع من الحد ربما من الأعداد التي تدخل إلى التعليم العالي أو تغيير الفكر بالاتجاه إلى مجالات أخرى بالتعليم منها التعليم الفني أو المهني؟ لا والله ستي، هو محاولة من الجامعات للتعويض عن النقص في التمويل. مشكلة الموارد. مشكلة الموارد، التعليم مكلف أصبح، وبالتالي في كثير من الأوقات أصبحت الدولة غير قادرة على إنها تسند الجامعات بالأموال اللازمة، فلجأت الجامعات إلى الرسوم الدراسية، فبالتالي في طلبة عاديين بيدفعوا رسوم عادية، وفي طلبة إذا أردت وأنت جاي من دولة تانية أو أنت مستقطب، يعني هلا في مصر مشروع لاستقطاب الطلبة الوافدين، في مشروع مماثل له في الأردن لاستقطاب الطلبة الوافدين، بتدور على أو بتبحث عن البلدان اللي تعتقد إنه تعليمك قوي، فبتيجي عندك أنت بتحط سعر لتعليمك أنت. يعني إذا تأخذي مثلا دولة زي الولايات المتحدة، في رسوم للناس من الولاية اللي من داخل الولاية، وفي رسوم للناس اللي من الولايات المتحدة، وفي رسوم للناس اللي جايين من برا، في ثلاث أنواع من الرسوم. فهذا شيء ماشي في العالم وبيستعملوه كل الناس، وبالتالي بيكون في نوع من المرونة مثلا أن يعمل الطالب ثم يعود مرة أخرى لاستكمال سنوات تعليمه في التعليم الجامعي، والذي غير متوفرة. الماكسيمم في الأردن إنك أنت يعني بسموه إسقاط فصل أو إلى آخره، ده متبع في النظام الغربي. في النظام الغربي إحنا في الأردن ساعات معتمدة، ما فيش عندنا نظام سنوي إلا في كلية الطب فقط، الباقي كله ساعات معتمدة، أنت بتجمع وممكن تريح فصل أو تريح فصلين، بس ما بتقدرش مثلا تريح 4 سنين و5 سنين وهالكلام هذا. لا، فصل مشروط المدد، لأنه عليك أن تنهي البكالوريوس في 7 سنين، ممنوع أنك تضل في الجامعة أكثر من 7 سنوات لأي سبب، فمحكوم بنظم وتعليمات، فأنت بجوز جد عليك طارئ، أو أنت اضطريت أنك تذهب تعمل مشان تمول دراستك، تقدر تنقطع فصلين مثلا وترجع على الجامعة تكمل. تختلف الكليات النظرية عن العلمية بالتأكيد. ما عدا كلية الطب النظام لا زال سنوي فيها، وحتى بالصيف اللي هو في الجامعات العادية بياخذون ناس عطلة، الآن أنت بتستطيعي في الأردن تخلصي بكالوريوس في 3 سنين، بمعنى أنك تأخذي الفصل الأول والفصل الثاني وتأخذي صيفيات، ما تعطليش أبدا، فبتخلصي في 3 سنين. لكن ليس في كلية الطب. ليس في كلية الطب. كلية الطب تستعمل الصيفية مشان إكمال المواد المرعبة، الكم الكبير الهائل من المواد اللي بدرسوها. شوفي التنافس ستي شديد لدرجة، في مثل أنا بستعمله أحيانا للطلاب، طلاب في مصر نفس الشيء، أنا متأكد الطلاب اللي بدخلوا الطب ب 98.5 و 99 وهذه الأمور، وبعدين تطلع النتائج في كلية الطب، بيحكوا الطالب الأول فلان والطالب الثاني فلان والطالب الثالث فلان، وبعدين حتى في التخريج بينادوا الأول في الكلية فلان وبعدين والمتخرجون الباقون. هذا ليس شرط ان مكان اول الثانوي العام هو من اول الدفعه في كليه الطب. بس شو القصه في كل الامر؟ ما يلي انه الناس تركض مع بعض زي الخيل اللي رايحه على سبق، بتشوفي بيحكوا لك نص ساعه عن هذا الحصان ونص ساعه عن هذا الحصان، مين ابوه مين امه من اي استبلو الى اخره، وبيعملوا لك مسلسل على الأصل تبعه على كلهم، بس بعدين بيجري السبق اللي بتحملش 2.5 دقيقة، وبعدين بيطلع على الشاشة بس 3 أسماء، الأول والثاني والثالث. فالموتو اللي أنا بعلمه للطلاب، كون يا أول يا ثاني يا ثالث، ما تكونش من اللي بكتبوا اسمهم على الشاشة تحت مكتوب عليها وركض كذلك 30 حصانا،
احنا ما بدنا نكون بس من بس المنافسة بتكون صعبة وشرسة. صعبة طبعا. لكن ما أود الاستفسار عنه هو فكرة المجموع وما يمثله من جهد أو قدرة للطالب داخل الجامعة، هل هو ممثل حقيقي؟ احنا عملنا دراسات، الامتحان الثانوية العامة متماشي تماما مع النتائج التي تحصل في كلية الطب. ترابط بدرجة يعني 0.0000 ترابط كبير جدا. التوجيهي يعكس تماما قدراتك، وبالتالي الناس اللي بتتهم التوجيهي أنه لا يمثل القدرات اللي بعدين راح تصير مخطئين تماما. احنا عملنا الدراسة 3 مرات على مسافات 8 سنين بينها وتطلع نفس النتيجة دائما. الجيد في التوجيهي و98 و99 راح يطلع جيد في كلية الطب دفن. متى أستطيع أن أقيس عملية التغيير في التعليم وبالتالي قياس الأثر الناتج منها؟ عدد السنين قد إيه في المتوسط تقريبا؟ 12 سنة مينيمم. يعني إذا بلشت تسوي تغيير الآن زي ما أنا شايف إنكم بلشت تسوي في مصر وزي ما بلشنا الآن، أنا أعتقد إذا الوزارات بتروح وبتجي بسرعة، الوزير اللي بلش ما راح يشوف في النتائج اللي هو عملها، راح يشوف هالوزير اللي كان موجود في الوزارة بعد 12 سنة من بدء المشروع. التعليم نتائجه تراكمية ولا تظهر نتائجها إلا بعدين. فالناس المشككين أحيانا بيحكي لك أنت بتحكي لي أنه أنت بتسوي تطوير في التعليم، أنا مش شايف. أنت مش شايف لأنه أنت باصص هلأ، أنت لازم تتطلع بعد 12 سنة. وإذا حكينا عن تعليم ما قبل المدرسة 2 سنين، أنت بدك تطلع بعد 14 سنة عشان بعد انتهائه 100%. قبل هيك عبثي الأمر، أنت بتقيس شيء لم يكتمل. مستقبل البحث العلمي في العالم العربي وفي الأردن بشكل خاص وتصنيف الجامعات العربية على مستوى العالم؟ ستي خليني أجاوب السؤال الثاني أول. التصنيف بيعتمد على أي تصنيف أنت تستعمله. إذا بدك تروح التصنيفات الصعبة زي تصنيف ملحق جريدة تايمز اللندنية، أو تروح على تصنيف جامعة شانغهاي، هدول الصعبين. هدول جامعات قليلة تظهر في الجامعات الجيدة من جامعات العالم العربي. إذا بتروح على تصنيفات أخرى اللي بتحكي لك كم شخص دخل على الموقع تبع الجامعة وإلى آخره، بجوز تبين الأسماء. أنا بعتقد أنه في بعض الجامعات السعودية دخلت في التصنيفات كويسة، يعني بلشت تبين. بجوز في جامعة القاهرة مبينة، بجوز الجامعة الأردنية مبينة. إحنا بنحكي على أول 500 يعني مش بنحكي على أول 50. في أمامنا وقت نحتاج إلى أن ننتبه لماذا جرى ما جرى لنا، ولماذا تراجعنا، وما هي الطريقة حتى نعود نتقدم. الموضوع موضوع بدك تشوفي ما هي العوامل التي تستخدم لتقييم الجامعة. يعني كم براءة اختراع طلعت من الجامعة، كم شخص حاز على جائزة نوبل، ما هي عدد المنح التي أعطيت من تلك الجامعة. في معايير. أنت خلي عالم واحد يأخذ جائزة نوبل، تقفز جامعتك مباشرة من ترتيب 600 إلى ترتيب 20 مباشرة. كم منحة أنت بتعطي؟ اعطي نص الطلاب منح، جامعتك بتقفز لها 200 مركز. فبالتالي في معايير يجب أن تعمل عليها الجامعات، اللي هي براءات الاختراع. في أي مجلة أنت بتنشري؟ هل بتنشري في مجلة محلية ولا بتنشري في مجلة معترف بها موجودة في الميديكس، الاندكس ميديكس، او موجوده في سكوبس، او موجوده في كذا؟ ما هو الوعاء اللي انت بتنشري فيه؟ هل هو وعاء محلي ولا وعاء اجنبي؟ كل ما كانت ابحاثك ظاهره ويقراها الناس ويشيروا اليها في ابحاثهم اللي هو سايتيشن، كل ما كان الجامعة بتطلع أكثر. فبالتالي إسنادك كمصدر للمعلومة أو للدراسة طبعا. أن يقول الناس أن فلان اللي من الجامعة الفلانية نشر هذا ونحن نشير إليه، بيضيف نقاط للجامعة، بيضيف نقاط للجامعة. فبالتالي ما تروح تنشر في المجلة العادية تبعتك. الناس بنشروا في المجلات العادية أبحاث عادية لا قيمة لها. عشان تنشر بحث محكم مزبوط في مجلة عالمية يجب أنك تتعب عشان تطلع هذا البحث.
طبعا. وبالتالي ليس كل إنسان، إحنا بنعرفش نعمل بحث بالطريقة الصحيحة لأنه بنعرفش نكتب بروبوزلز عشان نجيب فلوس للبحوث تبعتنا. بجوز لازم مشكلة رئيسية أيضا في البحث العلمي هو التمويل. 100% 100%. الشراكات، ليش إحنا في عنا أنانية في البحث العلمي أحيانا؟ إحنا أنا بدي أسوي البحث العلمي لحالي، لا تشارك مع آخرين بجوز الناتج يطلع أحسن، وخد أنت الكريدت وخليهم هم يأخذوا كريدت، بجوز تشارك جامعتين مع بعض يطلع البحث أحسن. مشكلة العمل الجماعي في مشكلة في العالم العربي في موضوع البحث، أنا كبيرة جدا في العالم العربي. لكن كمان سهولة الوصول لقاعدة البيانات اللي تبني عليها البحث العلمي، كيف تراها في العالم العربي؟ ستي سهل هذا. الآن إحنا في عنا في الأردن شيء اسمه صندوق البحث العلمي والريادة والابتكار في وزارة التعليم العالي، في أموال يتقدم له الناس بيعلن، وزي زي الصناديق الأخرى، ومحددين المشاريع اللي ممكن نمولها إحنا، فمحددين طاقة، محددين تصحر، محددين مياه، محددين أشياء معينة، تعال ابحث خذ فلوس وطلع مجالات البحث. لكن كمان توفر المعلومة نفسها، حتى المعلومة سهل في قاعدة البيانات الخاصة بالصحة حتى، أو في بيانات سهل جدا، سهل جدا في المنظمات العربية للثقافة والعلوم ومنظمات دولية، إذا جامعات بيشتركوا مع بعض يستطيعوا أن يحصلوا على سعر مناسب للدخول إلى كافة قاعدة البيانات، ما يروحوش جامعة جامعة، يدخلوا مع بعض بيجيبوا سعر مناسب ويستطيعوا أن يوصلوا إلى جميع قواعد البيانات العلمية في العالم بأسعار مناسبة للغاية يعني. نعم. في النهاية لما تقسمها على جامعات زي عدد جامعات مصر، أنا أعتقد أنه الكلفة ضئيلة جدا. نعم. القضية الفلسطينية قضية العرب الأبدية، وربما ما يشكل حلها نوع من التوافق بشكل كبير جدا في هدوء توترات داخل العالم العربي والشرق الأوسط بشكل عام. أين هي القضية الفلسطينية من الأردن كفاعل شريك أساسي في حل القضية الفلسطينية وفي المجموعة العربية، وكيف تشغل جزء كبير من الثقافة أو المناهج حتى للطالب العربي في الأردن؟ يا ستي القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن قضية مركزية ومحورية، وإلنا موقف ثابت يعني غير متغير من هذا الموضوع. احنا مع انشاء دولتين، دولة فلسطينية ودولة اسرائيلية على الحدود تبعت سنة 1967 4 حزيران، القدس الشرقية هي العاصمة لهذه الدولة الفلسطينية. كل ما يقال عن انه ما فيش، احنا غير معنيين فيه اطلاقا، لانه في حقوق غير قابلة للتفاوض والنقاش. وكمان في شيء إلنا إحنا بالأردن بخصنا في القضية، إحنا معانا ما يثبت إنه إحنا القويمين بالوصايا الهاشمية على المقدسات اللي موجودة في القدس، إن كان المقدسات الإسلامية والمقدسات المسيحية. وبالتالي لغاية اليوم إحنا اللي بندفع رواتب رجال الأوقاف القيمين على المسجد الأقصى وإلى آخره من وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية. الشعب اللي موجود في الأردن هو شعب أردني بالمعنى الحقيقي، إنما أصولهم مختلفة. في الناس اللي أخرجوا من فلسطين في سنة 48 وأخرجوا من فلسطين في سنة 67 الآن موجودين في الأردن، يتمتعوا بنفس الحقوق اللي بتمتعوا فيها الأردني. ما لا زال كلنا إحنا أقرب إلى فلسطين بصفة الجغرافيا أصلا. نعم. وبصفة الامتزاج، وبالتالي بيتم التأكيد على هذه الهوية دائماً العربية للقضية الفلسطينية. دائماً. هي قضية مركزية ليست بس للعرب، هي قضية مركزية بالنسبة للعرب والمسلمين، والموقف ثابت في الحقوق الغير قابلة للانتقاص للشعب الفلسطيني في دولته الحرة المستقلة على الحدود تبع سنة 67. أستاذ الدكتور وليد المعاني، معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأردني، أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء الذي كان لنا حظ وشرف بإجراءه مع سيادتك على قناة النيل. شكرا جزيلا. أشكرك. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة هذا الأسبوع من الحوار الخاص على شاشة النيل للأخبار. شكرا لكم.